مكملين مع بعض مشاهدينا، مكملين لسه في فقراتنا. وصلنا دلوقتي لفقرة يعني مهمة جدا بجد. أكيد كلنا بنعاني من حاجة واحدة، في حاجات كتير بس يعني هي حاجة أساسية في الشارع المصري والمرور، وهي إنك إزاي تركن عربيتك. صعب، الشارع دلوقتي بقى عبارة عن صفوف، تاني وتالت ورابع وخامس كمان لو حابب انك ركنه صف تاني للعربيات. الجيزه والمهندسين بقت اصبحت بجد عباره عن صينيه كنافه من كتر ما العربيات مليانه في الشارع. المشكله كمان هم بيعملوا الشركات والمصالح والمصانع الى جانب بعض، فبالتالي ده بيشكل مشكله، بيعمل مشكله كبيره جدا في الركنه. بالتالي ما بتلاقيش تركن فين، فبتضطر انك تركن صف تاني وتالت ورابع. في مشروع مهم جدا وهايل هنقوله مع بعض النهارده، هنعرف تفاصيله كلها. من مجموعه من الشباب قرروا ان هم يحلوا المشكله دي عن ابتكار فكره هي الاولى في العالم كله، هي الجراج الاوتوماتيكي الدائري. هتعرفوا دلوقتي كل حاجه عن الموضوع ده. الميزه اللي في المشروع ده هو انه بيوفر اماكن للعديد من السيارات او العربيات في وقت واحد، وهو غير مكلف في تنفيذ تصميمه على الاطلاق. والاهم ما في ذلك ان الموضوع انك بتسيب عربيتك والجراج الاوتوماتيك ده هو اللي بيركن لك العربيه بتاعتك. في مميزات كتير جدا هنعرفها مع بعض من اسلام حسين احد المهندسين اللي شارك في تصميم الجراج الاوتوماتيك الدائري، وعمر نجيب. عمر نجيب هو احد برضو المهندسين اللي شارك في تصميم الجراج الاوتوماتيك. صباح الخير، صباح الخير، عاملين ايه؟ الاول طبعا بشكركم على الاختراع او على المشروع اللي انتوا عملتوه شخصين. وبتقدموه لمصر، لان احنا بجد بقينا في ازمه فظيعه جدا. عايز اعرف في البدايه كده، انتوا اخترعتوا الموضوع ازاي؟ جات لكم الفكره منين؟ مين اللي ابتدى في تنفيذ المشروع ده؟ تمام، هو مبدئيا اسلام ولا عمر؟ اللي تحبي. اتفضل يا اسلام. تمام، هو الموضوع بدا في البدايه، هو مشروع تخرج. هو مشروع تخرج عندنا في سنه رابعه كليه هندسه عين شمس. الموضوع بدا ان احنا عايزين نعمل حاجه تفيد المجتمع. كنا بنفكر قبل كده ان احنا نعمل حاجه خط انتاج في مصنع مثلا او شركه او كده، بس لقينا الموضوع معمول اوريدي قبل كده، ففكرنا ان احنا نعمل حاجه تفيد المجتمع بعد كده، وفي نفس الوقت تضيف لنا احنا معلومات تكنيكال زياده، عشان الدراسه اساسا في الكليه عندنا الى حد ما مفيش احتكاك ما بين الكلام النظري اللي احنا بندرسه والحياه العمليه. فالى حد ما كنا عايزين نتعلم زياده، فبدانا ندور ونعمل برين ستورمنج على الحاجات اللي احنا عايزين نعملها. لقينا ان الجراج انسب فكره ان احنا نعمله. فكره الجراج بقى ممكن عمر يكلمنا عنها لو اتفضل يا عمر. هي فكره الجراج منتهى السهوله، ان بدل ما الحد او بني ادم بيخش يدور على مكان في باركنج كبير تمام يضيع مثلا نص ساعه او ساعه الا ربع من المشوار، لا هو بيسيب العربيه على المدخل بتاع الجراج وبياخد تيكت تمام وخلاص كده علاقته بالجراج بالركنه العربيه انتهت تمام. بيخش يرفع المشروع بقى عباره عن كرين، يخش يرفع العربيه يدور على المكان الفاضي ويحطها فيه. انا دلوقتي جيت خلصت مشواري عاوز اخد العربيه تاني، ببتدي ادخل السكرين تاتش سكرين الرقم او التيكت نفسها تمام، وبنتظر عند المخرج في اقل من دقيقتين او ثلاث دقائق بكتير تكون العربيه عندي، باخد العربيه وابتدي اتحرك. ده ايه الجمال ده؟ لو الدنيا سهله كده يا سلام. وانا عايز اعرف، هو الموضوع اخذ منكم وقت طويل من بدايه من الورق وتنفيذ المشروع؟ يعني خد سنه اتنين، اخذ وقت قد ايه؟ لا هو اساسا اوريدي ده مشروع تخرج، فهو ما ينفعش يعدي السنه. ما ينفعش، انتوا لسه متخرجين من اول السنه. خريج 2011 تمام، وما ينفعش يعدي السنه. واحنا اوريدي بدانا التصميم في خلال الترم الاول من الدراسه، وبعد كده بدانا التنفيذ خلال الترم الثاني، يعني اوريدي حوالي 3 شهور مثلا تنفيذ المشروع. طيب ايه رايك يا اسلام وايه رايك يا عمر نروح مع بعض كده لمهرجان لصناع المشاريع الجميله دي، نشوف ونرجع مره ثانيه هيكون برضو عمر واسلام موجودين في المهرجان ده. يلا. احنا النهارده عاملين مهرجان للصناع، للصناع الافارقه، هو ثالث سنه بيتعمل المهرجان. ببساطه هو فكرته ان انت عايز توصل الناس كلها ببعض، ازاي اقدر اجيب ناس من كذا فيلد او بيشتغلوا في كذا منطقه، جايب مهندسين، جايب ديزاينرز، جايب ناس شغاله في تكنولوجي، جايب ناس شغاله في كرافت، جايب ناس بتصنع حلي بايديهم، جايب ناس بتعمل اي حاجه في اي مجال. الناس دي كلها، هي الفكره ان انت الناس دي كلها لو قدرت تجمعهم مع بعض في مكان واحد، كل واحد بيقدر يدي للناس
الحاجة اللي عنده، كل واحد بيقدر يطلع من الجزء بتاعه، فننزل كلنا لما بتجمعوا مع بعض بيطلعوا حاجة أكبر بكتير من أي input لواحد بس فيهم. فده كان الهدف بتاعي، ان انا ازاي اقدر اجيب الناس دي كلها من كل حتة يقدروا يعرضوا للناس البرودكتس بتاعتهم. ده اول حاجة. تاني حاجة يقدروا يتعلموا من الناس. تالت حاجة يقدروا يتواصلوا مع بعض. رابع حاجة ازاي يقدروا يعملوا بقى حاجة اكبر بكتير من حاجة كل واحد لوحده. ده الفكرة ببساطة جدا. البروجكت بتاعنا دوت اسمه Human Powered Vehicle. هو سيمبلي عجل عادي بنفس الميكانيزم بتاع العجلة اللي شغالة، بس بالمختلفة اللي يفرق عن عجلة تانية انها في كفر عليها زي فيرنج. الفيرنج دوت بيتميز اللي هو بيبقى ايروديناميك شيب، بيخلي الريزستنس بتاع الاير قليله زي نفس فكره العربيه بالظبط، فبيديها سرعه عاليه. فكره في السرعه دي توصل لغايه 60 كيلومترز بير اورز، يعني 60 كيلو بالساعه. احنا اتشاركنا في فير دوت عشان هو لقينا فرصه حلوه ان احنا نعرض البروجكت دوت. هو اصلا ده سينيور بروجكت، جراديويشن بروجكت في مشروع التخرج بتاعنا عادي. فالمشروع دوت جبنا هنا الفير عشان ليه نشوب للناس كلها الفكره بتاعتنا عامله ازاي. دي اول مره تعمل في مصر، هي مشهوره على العالم كله بالذات في امريكا. هنا في الفير ممكن نلاقي الناس اللي عايزه سبونسرنج، دعم للبيك نفسها كمادي او كماتيريالز نفسها. لو في شركات تحب يعني تكوبي الفكره مننا او تشتريها، ده ويلكم تو ات. بس ده ميل اللي كان الفرد. احنا طلبه في كليه هندسه جامعه عين شمس. مشروعنا النهارده عباره، احنا جايين قدمنا في ميكر فير افريكا. مشروعنا عباره عن اوتوميتد اوربيتال جراج بيركن العربيات لوحده. صاحب العربيه بيجي يسيب العربيه في الانترنس، واحنا بناخد العربيه بنشوف انسب مكان فاضي نقدر نركنها له، وبعد كده بياخد تيكت. هو بيجي لما بيجي ياخد عربيته بياخد التيكت ده، بنخرج له عربيته في المكان اللي هو عايزه. فالجراج بتاعنا بيوفر ايه عن الجراجات الثانيه؟ احنا بنقدر نركن عدد عربيات اكتر في مساحه اقل، وغير كده انا بدي حمايه اكبر للعربيات بحيث ان انا العربيه لا هتتسرق ولا هتتخدش ولا يحصل فيها حاجه. مهرجان الصناعه الافارقه لاول مره في مصر مش بس عرض لنا مشاريع قيمه من دول مختلفه، ولكن نتمنى ان هو يكون الرابط اللي يوحد الدول الافريقيه ويتعمل ايفنت بعد كده توحد الدول العربيه. نور حسين، نهاركم سعيد. وشوفنا دلوقتي مع بعض مهرجان صناع الأفارقة، وبنرجع مرة تانية لإسلام وعمر. طبعا هو المهرجان ده بيقام بقاله 3 سنين في بلاد مختلفة، وهو الأول مرة بيقام في مصر. بيكون كل المشاركين فيه مش بس من مصر، كمان من بلاد مختلفة. كلموني كده عن مشاركتكم في مهرجان صناع الأفارقة. هو مهرجان صناع الأفارقة ده رابع مسابقة نشارك فيها بالمشروع بتاعنا. هو مهرجان اوريدي كان بيتعمل في أفريقيا بره، بس أول مرة يتعمل في مصر عندنا، وبيشارك فيه اي واحد مثلا عامل فكره جديده ممكن يعرضها في المهرجان ده. تمام. يعني مثلا احنا عاملين البروجكت بتاعنا فعرضناه هناك، في ناس عامله حاجات يعني مثلا يستغلوا الكرياتيفيتي بتاعتهم في ان هم يعملوا حاجات نماذج صغيره من اي حاجه يعرضوها هناك. في ناس عامله لوح هناك بيرسموها مثلا اقل حاجه ممكن تترمي، جرايد مثلا، صدف، اقل حاجه ممكن يستخدموها ممكن تترمي اساسا، عاملين منها اشكال لوح جميله جدا. حلو جدا. اتعرضت، والمهرجان حاجه كويسه يعني. ايه اللي بيميز بقى الجراج الدائري عن باقي الجراجات الموجوده دلوقتي في كل حته؟ احكي لي كده وببساطه عشان الناس تقدر تفهم منك كل الحكايه. تمام. هو الجراج الدائري ده بالنسبه لنا دلوقتي يعتبر مثلا احنا عاملين البروتوتايب بتاعنا 2 متر في 2 متر، قطره 2 متر. لو استغلناه في الحقيقه يبقى سكيل 1:10، يعني مثلا في الحقيقه هيبقى 400 متر مربع. تمام. 400 متر مربع دول مساحه ارض صغيره جدا. اوكي. في نفس الوقت مساحه الارض دي لو هركن فيها مثلا 10 عربيات بالجراج بتاعنا ممكن نعلى عدد ادوار ممكن ما يخلصش، ممكن نعلى فوق الارض وتحت الارض. تمام. يعني ممكن ادوار تبقى فوق الارض وممكن نحفر يعني كمان تحت الارض. يعني الجراج ممكن يبقى اكتر من دور فوق بعض وممكن تنزل بيه تحت الارض. طب ده في جراجات كده اوريدي، في جراجات كده بس ده اوتوماتيك بقى، بيركن العربيات اوتوماتيك والدور بيشيل حوالي 16 عربيه. يعني مثلا عملنا كومباريزون ما بين الجراج بتاعنا وبين الجراج اللي في الاوبرا دلوقتي اوريدي موجود، مقارنه بين الجراج بتاعنا والجراج الموجود. لان الجراج الاوبرا مثلا المساحه بتاعته مثلا لو 10 متر مثلا، لو خدنا نص المساحه دي وبنينا فيها الجراج بتاعنا، الجراج بتاعنا لو اتعمل على دورين هيشيل كل مساحه العربيات الموجوده. ما بالك بقى لو طلعنا مثلا 3 ادوار 4 ادوار. ده لانه دائري مش مربع. غير ان هو دائري، انا المساحه اللي جوه اللي بستغلها انا او موجوده ان العربيه تمشي فيها عشان تدور على مكان، انا دي انا لغيتها. انا اوريدي عندي دايره صغيره الكرين بيمشي يبتدي يمشي فيها عشان يشيل العربية. أنا ما بستغل المساحة دي إن أنا أزود عدد الأماكن أو قطر المشروع إن أنا أركن فيها. هي بقى الـ equipments
او الجهاز اللي بياخد العربيه بيروح يركنها بيوديها في المكان اللي هو بتاع. طب لما بيجي بقى صاحب العربيه عايز دي العربيه تاني، بيبقى معاه ايا كان ريموت او حاجه بيدوس عليه فهي بيرجع له العربيه مطرح مكان. تمام. هو اول ما بيسيب العربيه في الاول بياخد رقم في المكان السلوت اللي راكن فيها العربيه. بعد ما بيرجع بيدوس على الرقم ده، بيدخل الرقم ده على شاشه كده معينه، بتجيله العربيه تاني من نفس المكان. بس دي فكره حلوه جدا، بس انا عايز اعرف حاجه، هي طبعا لسه ما اتنفذتش يعني، متنفذه بره، متنفذه بره جراشات بس مربعه ومستطيل، لكن دائري معمول مثلا معرض في المانيا، معرض فولكس فاجن في المانيا بكرين واحد في النص، لكن هو الدائري ده مش متنفذ بره. هو طبيعي يعني ان انا ابقى مش يعني مش مستغربه انها تكون اتحققت بره. جوه مصر للاسف المشاريع اللي زي دي اللي هي اصلا بتبقى فيها فايده كبيره جدا للبلد وللشعب الموجود عايش جوه البلد. تمام. لكن دايما بيقابل المشروعات اللي زي بتاعتكم دي الروتين، ان هم بيتحطوا في الادراج. انتوا هتتغلبوا النقطة دي ازاي؟ هو احنا بنتمنى ان ان شاء الله بعد ثورة 25 يناير تبقى كل المشاريع والاختراعات الجميلة تطلع مرة تانية من الادراج، لكن ده هياخد مساحة ووقت. احنا محتاجين المشروع بتاعكم ده باسرع وقت، لان انتوا عارفين ازمة المرور احنا بنعيشها في ازمة فظيعة جدا. ممكن تحكي لي كده ازاي ممكن تتغلبوا على النقطة دي؟ هي الفكرة كلها ان احنا ابتدينا نقدم في حتت كتير، مسابقات كتير، تمام، بحيث ان احنا نقدر نعرض مشروعنا او نعرض الافكار في اكتر من مكان. تمام. ولما اساسا كانت شركه سيمنز كانت السبونسر بتاعنا في المشروع، هم ناس رحبوا جدا بفكره المشروع ولقوا فعلا ان هي فكره مجديه. طب احكي لي بقى، انتوا رحتوا له كده بالورق وبالملفات بتاعتكم وحكيتوا له قصه، يعني قولوا لي بقى كانوا انترستنج من اول مره كده ولا اخذت وقت عشان تقنعوا السبونسر؟ الفكره كلها ان احنا رحنا كنا رسمين المشروع 3D وعاملين له زي دراسه كمشروع تخرج. تمام. رحنا لهم قعدنا معاهم في ميتنج، الناس كانت مرحبه جدا في المشروع لانه فكره المشروع ان هي كرييتيف جدا وفعلا بتحل مشكله. طبعا. وفكره يعني متطبقه بره، والديزاين بتاعنا فعلا ابليكابل او قابل للتنفيذ في مصر. تمام. هم قرروا ان هم يدعمونا ببعض الاجهزه اللي هو اجهزه الكنترول او اجهزه التحكم، وحتى بعد ما المشروع خلص ولقوا ان هو المشروع فعلا يعني عرفنا خلص كروكي ولا بقى خلص كبروتوتايب نموذج صغير. نموذج مصغر زي ما شفنا كده، زي ما شفنا مع بعض. تمام. كبروتوتايب كامل. قرروا يعني حبوا ان هم يكملوا دعمهم لينا، مش شرط بس كمشروع تخرج، لا كشركه كبيره، حابوا ان هم يكملوا دعمهم لينا. قالوا لنا اعملوا دراسه الموضوع from A to Z ان هو فعلا الجراش يتنفذ، وهنحاول نوصل كل الناس اللي هي فعلا تقدر تعمل المشروع ده. عملتوا ميزانيه كده او بادجت كده، قعدتوا مع بعض شوفوا الموضوع هيتكلف تقريبا كام؟ او احنا عملناها عشوائي يعني رفلي كده شويه، بس احنا يعني مشغلين دلوقتي في دراسه جدوى المشروع ده، ان احنا عايزين نقدمها لسيمنز بجد.